جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله بعث بها احد الاخوه يقول: مصطفى السيد ابراهيم يسال ويقول: لي زوجتان، كيف اعدل بينهما؟ وخاصه ان احداهما لها 6 اولاد والاخرى لها ولد واحد، والاولى متعلمه تعليما عاليا وتحفظ نصف القران، والاخرى اميه، والى الان اعلمها كيفيه الصلاه. جزاكم الله خيرا. يجب العدل بين الزوجات بما يستطيع الإنسان العدل فيه، وهو الإنفاق والسكنة والكسوة والمبيت. يجب عليه أن يعدل في هذه الأمور، وأن لا يحيف مع إحدى زوجاته وينقص الأخرى حقها، ولا اعتبار بكون هذه متعلمة والأخرى غير متعلمة، أو أن هذه لها أولاد كثيرون والأخرى ليس لها أولاد، وليس لها إلا ولد واحد. كل هذا لا اعتبار له، ولا يسقط التسوية في الحقوق بين الزوجات والعدل بينهن. قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله تعالى إنما أباح التعدد بشرط القيام بالعدل. قال سبحانه وتعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم.